حفل زفاف الأميرة فوزية فؤاد على ولي عهد إيران الشهبور أو الأمير محمد رضا بهلوي. هنا بنشوف الأمير محمد رضا بهلوي بصحبة الأمير محمد علي توفيق ولي عهد المملكة المصرية، والأمير محمد علي توفيق هو ابن الخديوي توفيق وشقيق الخديوي عباس حلمي الثاني. هنا الأميرة فوزية الجميلة، ده حفل زفافها كان فخم جدا. الملك فاروق كان موافق على الزيجة بعكس الملكة نازلي اللي كانت شايفة ان آل بهلوي نوفو ريتش او محدثه نعمة. بتحيي الأميرة الجماهير من القصر، والحقيقة حفل زفاف الأميرة فوزية كان تاني حفل زفاف ملكي فخم بعد زفاف الملكة فريدة والملك فاروق.